طيب في كل معتقدات الشعوب القديمة كانت لازم تتكلم عن الموت وعن المكان اللي بيروحوا الأشخاص بعد موتهم والطريقة اللي هيروحوا بيها المكان ده. في بعض المعتقدات بيكون الطريق لعالم الموتى سهل وبسيط، بس في معتقدات تانية بيكون الطريق لعالم الموتى فيها مش سهل، لازم تمر باختبارات وتجارب عشان توصل في النهاية لعالم الموتى. في المثلوج الإغريقية مثلا كان لازم الميت يدي عملة معدنية للمراكبي كارون عشان يوصله لعالم الموتى، وفي الميثولوجيا المصرية كان بيتوزن قلب الشخص الميت قصاد ريشة الحقيقة أو ريشة معد تحت إشراف أنوبيس. بس في ميثولوجيا الأستيك بقى كان الميت بيمر بعدد كبير جدا من التجارب والاختبارات عشان يوصل في النهاية لعالم الموتى. مساء الخير، معك فارس علي من اف اي شو، وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن معتقدات ما بعد الموت عند شعوب الأستيك. حضر كوباية النسكافيه المتينة ويلا بينا نبدأ بعد الانترو. بقالنا فترة كبيرة بنتكلم عن معتقدات ما بعد الموت في ميثولوجيات كتيرة، فقلت ليه لا اخش على ميثولوجيا مطلوبة بشكل كبير جدا الفترة الاخيرة ونستمر في نفس النسق او نفس النوع اللي احنا مستمرين فيه في الفترة الاخيرة. بص بقى يا معلم، مبدئيا كده شعوب الأستيك بتعتقد ان في اكتر من مكان بيروحوا الموتى، مش مكان واحد بس، وده اعتمادا على وقت وطريقة موت الشخص الميت وتصرفاته وصفاته في الحياة. المكان الاول بيروحوا الاشخاص اللي ماتوا عن طريق طقوس التضحية او اللي ماتوا في المعركة، والستات اللي بتموت أثناء الولادة، دول بيروح للشرق في مملكة الشمس. والمكان الثاني بيتروحوا الأطفال اللي ماتوا بعد ولادتهم، بيروحوا في مكان اسمه تشيتشي هواكو واكو. أما الأشخاص اللي بيموتوا غرقانين أو بسبب العواصف أو البرق فبيروحوا المكان اسمه تلالوكان، ودي الجنة اللي بيحكمها تلالوك إله المطر في ميثولوجيا الأستيك، ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا تعرف ان دي كلها معتقدات الشعوب القديمه، ودول كلهم حالات محدده في الموت بيروحوا للاماكن المحدده دول. انما الغالبيه العظمى للحالات التانية من الموت بيروحوا الميكتلان، وبيمروا برحله من التجارب والمهمات عشان يوصلوا لعالم ميكتلان اللي هو اساس العالم السفلي في ميثولوجيا الأستيك. العالم اللي بيحكمه ميكلان تاتوكلي اله الموت في اساطير الأستيك ومراته ميكتاس كاسيوا. والعالم السفلي في ميثولوجيا الأستيك بيتكون من 9 طوابق. بدايه الطبقه الاولى من العالم السفلي هي على سطح الارض اللي تقدر تعتبرها كده المقابر، وتبتدي تنزل تحت الارض لحد اخر مستوى من العالم السفلي واللي هو ميكتلان. تمام كده شرحنا العوالم السفليه او عوالم الموتى. تعالوا نروح بقى لايه اللي بيحصل بعد موت الشخص اللي المفروض هيروح ميكتلان. تبدأ رحلة الموتى بعد موتهم على طول، بيخشوا في رحلة أو مهمة أو تجربة مدتها 4 سنين بيعدوا فيها في كل طبقة من طوابق العالم السفلي لحد ما يوصلوا للطبقة الأخيرة واللي هي ميكتلان. وكل طبقة من دول فيها مهمة أصعب من المهمة اللي قبلها، والمطلوب من الموتى دول إنهم يعدوا المهمات التسعة دول عشان يلاقوا في النهاية راحتهم الأبدية في عالم ميكتلان. في ناس بتفشل في وقت المهمات دي وبتفنى روحهم للأبد، بتبدأ رحلتهم في مكان اسمه تسكوينتلان، مكان الكلاب. كلاب. مكان عبارة عن شاطئ ونهر كبير جدا، الشاطئ ده مليان بعدد كبير جدا من الكلاب اللي بتساعد الشخص الميت على انه ينجح في مهمته الاولى في رحلته للعالم السفلي. المهمة الاولى انه يعدي نهر واسع جدا وعميق ومظلم وتحس انه ملوش نهاية، بس بشرط واحد، لازم تكون تصرفاتك كويسة ناحية الكلاب في حياتك، بمعنى انك لو كنت وحش ناحية الكلاب دي في حياتك فمفيش كلب هيساعدك ويعدي بيك النهر المظلم ده. طيب الناس اللي ما عملتش الكلاب كويس ايه هيبقى مصيرهم؟ هيحاولوا يعدوا النهر بنفسهم، بس في الاغلب مصيرهم في النهاية هيبقى في معدة اجوانا عملاقة اسمها كوتشي تشينتونال. الاجوانا دي كانت بتعيش في النهر ده ومهمتها انها تاكل الاشخاص اللي بيحاولوا يعدوا النهر بنفسهم. بتبدأ الكلاب دي تاخد الاشخاص على ظهرهم، المؤاخذة يعني الشخص بيركب على ظهر الكلب ويبتدوا يعدوا بيهم النهر عشان يوصلوا للمرحلة التانية او المهمة التانية واللي اسمها تيبيمي مونا ميكتلان، مكان بتتصادم فيه الجبال بالمعنى الحرفي. هنا الميت بيتجرد من كل ملابسه ويبتدي رحلته في ممر طويل جدا بين الجبال المتصادمة دول. بيبدأ رحلته وهو خايف لا تقع عليه صخرة من تصادم الجبال دي وتدشمل جسمه حرفيا، عشان يوصلوا في النهاية لنهاية الممر وتبتدي المرحلة الثالثة اللي اسمها اتستيبتل، اللي عبارة عن جبل مصنوع من مادة حادة كانت بتصنع منها السكاكين ورؤوس الأسهم، ومطلوب منهم انهم يعدوا الجبل ده. بتبدأ رحلتهم مع ألم شديد جدا اللي بتنتهي ان البعض منهم ممكن يوصل من غير رجله عشان ينتهي بيهم المطاف
في المكان الثاني سهلويا. مكان عبارة عن 8 جبال في عواصف تلجية شديدة جدا. العواصف دي بتقطع الجسم زي الشفرات، والعواصف دي مش بتنتهي، ومع كل الألم الجسدي اللي هم حاسين بيه ده في وقت الرحلة دي بيفتكر الأموات أحزن لحظات حياتهم وكل ذكرياتهم الحزينة، عشان بعد كده يوصلوا الموتى للمحطة الأخيرة في رحلتهم الأولى لعالم الموتى، لأن هم رحلتين أو محطتين بيتقسموا المحطتين مع بعض لتسع مهمات. بيروح المكان اسمه بانكاك ويتلاكيان، مكان مفهوش أي معلم حياة، واحد صحراء واسعة وكبيرة مع رياح قوية جدا. بيضطر الموتى يمشوا في الصحراء دي لمدة طويلة جدا لحد ما يوصلوا بعد قطع مسافة كبيرة لنهاية المرحلة الأولى لمكان مفهوش أي جاذبية. بيبتدوا بعدها يطيروا في الهواء عشان ينتقلوا للمرحلة اللي بعدها. لو انت فاكر ان الاموات كده عانوا جدا وايه الالم الشديد ده كله، فيوسفنا اقول لك ان اللي فات ده كله كده كان تسخين، اللي جاي اوسخ بكتير. بتبدا رحلتهم في المرحلة الثانية في مكان اسمه تيمي مينا لويا. قال ايه؟ انا اللي بتريق على اسامي الميثولوجيا الصينية وشايفها صعبة، ما كنتش هعرف البلوى اللي انا هرمي نفسي فيها، ده منظر اسامي اصلا. المكان ده عباره عن ساحه كبيره بيترمي فيها مئات الالاف من الاسهم، وكل سهم من دول بيمثل شخص كان ليه دور في حياه الشخص الميت، وكل سهم من دول لما بيجي في شخص من الاموات بيرجع له ذكريات مؤلمه جدا عن الشخص ده او عن حاجه هو عملها مع الشخص ده، عشان تيجي بعد كده مرحله انا بقالي بتاع 5 دقايق بحاول انطق اسمه ومش عارف، فبص هو هنا هو ماشي. شوف انت بقى هتنطقه ازاي مع نفسك، انت بقى مع بتاعتك دي مش بتاعت انا، انا حاولت بما فيه الكفاية ان انا انطقه ومش عارف، فشوف انت بقى مع اتصرف انت. هي دي الرحلة السابعة صح؟ الرحلة السابعة. لا بقى يا باشا استنى، انا عرفت انطقه، اسمه تيو لالوكا لويان. قطعت الاسم عشان اعرف انطقه، تيو لالوكا لويان. الحمد لله، الواحد برضه لازم يشغل وضع الحناكة. تيو لالوكا لويان هو عبارة عن غابة كبيرة جدا مليانة وحوش من أكلات اللحوم، ولما يوصل أي وحش من الوحوش دي للموتى كان لازم الموتى دول يشقوا صدرهم ويقدموا للوحوش دول قلبهم عشان ياكلوه. ليه بيعملوا كده؟ عشان بعد أكل قلبهم بيتخلصوا من أي شيء دنيوي وأي حاجة لها علاقة بعالم البشر، عشان تنتهي الرحلة دي هنا ويوصلوا المكان اسمه أبانه لويان، وعبارة عن 9 أنهار سوداء في عالم مظلم مش بتظهر فيه الشمس. هتضطر اللعوم في 9 أنهار دول من غير مساعدة كلاب ولا اي حاجة. 9 أنهار دول نفس صفات النهر بتاع المهمة الاولى، وفي نفس الوقت هتحاول تهرب من سحلية عملاقة اسمها زوت شالونا. وبعد تعب ومعاناة ورحلة صعبة جدا يوصلوا الموتى لرحلتهم الاخيرة ومهمتهم الأخيرة في مكان اسمه تشيكوانا ميكتلان، وهو مكان عبارة عن ضباب شديد جدا. هنا الموتى ما بيقدرش يشوفوا ولا يسمعوا أي حاجة نهائي غير حاجة واحدة بس، شريط حياتهم اللي بيتعرض قدامهم من البداية للنهاية. حياتهم كلها بتتعرض قدامهم بكل قراراتها، إذا كانت قرارات كويسة أو قرارات وحشة، وكل ذكرياتهم سعيدة أو حزينة، لحد ما يبتدي الضباب يبلع الأموات دول ويختفوا عشان يلاقوا نفسهم في النهاية في ميكتلان، ويلاقوا قدامه ميكتلان تاتوكلي ومراته ميكتاسكا سيوا بيرحبوا بيه في عالم ميكتلان. وهنا بيعيش الميت حياته للأبد بعد رحلة صعبة ومرعبة قدر فيها في النهاية أن يوصل لوجهته ويلاقي راحته الأبدية. طيب عوالم الموتى في ميثولوجيا الأستيك بتختلف من مكان لمكان تاني. تلالوكان مثلا كان مكانها على القمر، ميكتلان كانت تحت الأرض، ومملكة الشمس كانت على الشمس نفسها، والمكان اللي بيروحوا فيه الأطفال بقى ده في مكان برا العالم بتاع البشر ده كله أصلا، أو العالم اللي معروف بالنسبة لشعوب الأستيك، هما في مكان تاني نهائي. ليه طيب الاطفال دول بيروحوا في مكان برا العالم؟ في معتقدات الاستيك العالم لازم يتدمر ويحصل بدايه جديده، وحصل الموضوع ده كذا مره. بعد بقى تدمير العالم وظهور العالم الجديد، الاطفال دول اللي ماتوا وموجودين في العالم اللي فيه عالم الاطفال بيبقوا هما البدايه للعالم الجديد، هما بدايه البشر في العالم الجديد ده بعد دمار العالم القديم اللي هم ماتوا فيه وهم اطفال. وبس يا معلم، ده كل اللي عندي في الفيديو كله النهارده، 3 فيديوهات في شهر واحد اهو، يعني مفيش دلع بعد كده، متعودش على ده كتير بقى عشان مفيش فيديوهات هتنزل تاني لحد رمضان. ليه؟ الناس القديمه عارفه، لو انت متعرفش فموسم رمضان انا ببقى مجتهد زياده عن اللزوم، فهنزل لك في رمضان كل يوم فيديو. هو ده موسم رمضان، لو انت متعرفش فالناس القديمه عارفه ان في رمضان انا بنزل كل يوم فيديو، وهي نعمل وقت ضيق شوية، واحتمال رمضان ده هيبقى كل يومين فيديو،
بس انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اخليهم لك كل يوم فيديو. الفيديوهات دي بتنزل امتى؟ بتنزل الساعه 10 بالليل. فاشوفك اول يوم رمضان الساعه 10 بالليل، تكون فطرت يا معلم وهضمت وصليت التراويح كده وما وراكش حاجه بقى غير ان انت تسمع الهبل اللي انا بقوله ده كله. تيجي بقى ايه تحبس بفيديو رايق كده، تمام يا معلم؟ لا تفتكر ان انا بتخاذل، اديني قلت لك من قبلها انا لغايه رمضان مش هنزل فيديوهات. بس هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تحط لايك عشان تساعد ان الفيديو ده يوصل لناس اكتر، وتنزل تحت في الكومنتات تحط كومنت تقول رايك في الفيديو. لو اول مره تشوفني فانا اسمي فارس علي، بقدم كونتنت على الميثولوجيا والاساطير القديمه. لو انت مهتم بنوعيه المحتوى اللي انا بقدمها دي، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تصلك الفيديوهات الجديده اول باول. تروح تعمل لي فولو على انستغرام، كواليس الفيديوهات كلها بتنزل هناك، وببقى حارق الفيديو اللي هينزل قبل ما ينزل بفتره هيبقى عن ايه كده، هتبقى عارف الفيديو قبل ما ينزل الكلام ده كله. وبس يا معلم، اشوفك بقى اول ايام شهر رمضان الكريم. ازاي انسى انا ابقى اول واحد يقول لكم كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم وعلى كل الامه الاسلاميه ان شاء الله. بس يا معلم